إلى جنوب مدينة طرابلس، تقع غريان ذات الطبيعة الجبلية، مزجت بين الوعورة والروعة، وهو ما ألهم منظمي رالي التحدي ليختاروها مكان للتنافس بين الشباب الليبي، وعينه على العالمية. والله مجموعة من الشباب اجتمعوا وعجبتهم الفكرة وتناقشوا الفكرة واتفقوا على سنة يديروا يعني رالي جبلي في غريان، لأن غريان تتميز بسياحتها وبطبيعتها الجبلية، ولهذا قررنا أن نديروا رالي جبلي، رالي تحدي للطبيعة. والله الصعوبات جتنا انه احنا يعني كلجنه تنظيميه كنا نشتغل على حد في صفحات الفيسبوك بصراحه، وكان القنوات كانت عباره عن علاقات وتواصل مع القنوات، ما كانش عندنا يعني قناه حاضنه للحدث ان درنا دعايه برومو او كذا شغل زي هذا، فهذه كانت الصعوبات في الدعايه، كدعايه مثلا شعبيه مثلا ستيكرات او ملصقات في الشوارع او دعايه يعني عاديه، درنا شغلنا يعني كلجنه اعلاميه احنا راضين على شغلنا الدعائي. الكوبرا أولى مراحل التنافس فاز فيها 3 متسابقين من أصل 30، ليبدأ التنافس في المرحلة المسمى تورست عبر المعالم السياحية لغريان، ومنها إلى طعم الصخور حيث ختام الرالي. في الرالي عظيم تغريان كان جميل جدا لطول المسافة ولصعوبة المكان، وهذه طبعا تشجع يعني فيه إثارة أكثر، ولكن الحق يعني كانت اللجنة تحتاج شوية تنظيم أكثر يعني، والأخذ من خبرات الناس. على منصة التتويج كرم الفائزون، وعلى الأرض قبل الليبيون التحدي. والله أنا سعيد أن أرى هذا الرالي أن يبدأ في غريان، هناك رالي آخر منذ منطقة الأكاكوس في الزان، وهذه الرياضات طبعا حرم منها شبابنا، وأعرف أن الشباب الليبي يعني مهووس بمثل هذه الرياضات، وخاصة ما يتصل برياضة السيارات والمسابقات، ربما الآن أتى الوقت لأنهم يتوجهوا إلى مثل هذه الرياضات وبشكل مقنن كما لاحظناها الآن وفق المعايير الدولية، وحتى إن كانت بدايات ولكنها أيضا هي مجالات ممتازة لاستيعاب طاقات الشباب في هذا المجال. رالي غريان رسالة الشباب الليبي بأن الغد مشرق رغم الغيوم، وإن إرادة الحياة ستنتصر مهما حاول المهزوم أن ينشر الرعب والهموم. هو التحدي قبله الليبيون وإنهم لا منتصرون. مؤيد السوق.